هذه قضايا تدخل في يعني هذا الباب، تدخل قضايا كثيرة الإيغال فيها قد يشتت أذهان الناس، ولكن يسع الناس معرفة الخطوط العريضة كما يقول في هذه يقال في هذه الأمور، فيؤمن الإنسان بأن القدر أي الكائن في أرض الواقع في حياة الإنسان إنما هو من تقدير الله تبارك وتعالى، وذلك قد علمه الله وقد كتبه في اللوح المحفوظ منذ الأزل، فالله لا يجهل شيئا ولا يصدر أيضا في العالم شيء من أحد إلا بإرادة الله وبمشيئته، كما قال الإمام السالمي رحمه الله: إذ ليس في العالم شيء يصدر إلا وربنا له مقدر. نقطة أخرى أيضا قد تتبع هذا الباب مسألة الإنسان مسير أم مخير، فالإنسان باختصار في هذا الجانب الإنسان مخير في كل ما كلف به، ما أجبره الله سبحانه وتعالى على شيء، ولذلك هنالك فرق ظهرت أيضا فرقة أخرى سميت بالجبرية التي تقول بأن الله سبحانه وتعالى قد جبر العباد، هذا جبرهم على كذا وهذا جبرهم على كذا، ختم خلاص ما يتغير، هذه أيضا فرقة أيضا يعني ضلت الطريق. وهل الإنسان أيضا طبعا الإنسان مخير ولكنه مسير في أمور لا يستطيعها، في أمور يعني لو خير فيها ربما فقد حياته بل لفقد حياته، هنالك أعضاء في جسد الإنسان تتحرك وتعمل بدون اختيار من الإنسان، لأن الإنسان لو جعلت باختياره لو غفل عنها لحظة واحدة انتهت حياته. عضلة القلب مثلا، هذا الإنسان في تحريكها مخير؟ ما مخير، ما يستطيع الإنسان إلى ذلك سبيلا، إذا رقد من يحرك له إياها؟ في هذه الأمور التي لا يستطيعها ولا فيها التي فيها قوام حياته وما شابه، هذا الإنسان مسير فيها، لكن فيما كلف به فالإنسان مخير، ما يقال أن الله أجبرني. ولذلك الخليفة الفاروق رضي الله عنه وأرضاه أتي إليه برجل قد سرق فأمر بجلده، فأمر بضربه تعزيرا، فقال عندما سأله قال: قدر الله علي ذلك. اللعبة كيف؟ الله تعالى مقدر عليك ذلك، فقال: ضربوه كذا، أمر بضربه تعزيرا بسبب لكذبه على الله. الله سبحانه وتعالى سبق في علمه أنك ستفعل كذا، وكتب لسابق علمه في اللوح المحفوظ أن فلانا سيقع منه كذا، وأنت الذي فعلت باختيارك، لأن الله أعطاك ومنحك العقل وحرية الاختيار، ففعلت ذلك غير مجبور. كيف هنا مجبور ويوم تبغى توكل وتشل اللقمة حال الثم ما مجبور؟ يوم يبغى يوكل ما مجبور، هناك باختياره، باغي لحم، باغي سمك، باغي دقاق، باغي خضرة، باغي ها؟ هناك ما أحد أجبره، هناك مخير، أما هنا لا، هنا مجبور. فقال: اجلدوه كذا لكذبه على الله. يجيك واحد نفس الشيء، متهور سائق أرعن يخطف على ثلاثة، يشطف الرجول القوائم ويدقدق الروس زين ويتلف الأرواح، وإذا سئل قال: الله تعالى مقدر. ما سوينا هنا فر من القدر، الله تعالى مقدر، الله تعالى مقدر، يعني أجبرك أن تفعل ذلك. فأمثال هؤلاء يعني يحتاج مع الدية أو الحد أو كذا قبل يعطيوا من هذيك الخضرية لكذبهم على الله.